والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال والتفاصيل مع فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إلهام نمر. شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع أعداد السياح من السوق الأوروبية إلى مصر بنحو 7,400,000 سائح خلال العام الحالي، وتوقعت الوكالة أيضا تعافي تلك الحركة الوافدة من أوروبا بشكل تام خلال العام المقبل لتصل إلى 8,380,000 سائح، فيما تصل خلال 2026 إلى 9,200,000 سائح بمتوسط معدل نمو يصل إلى 29.1%. وقالت الوكالة إن العام الماضي سجل نموا بنسبة 72.5% في حجم السياحة الوافدة من أوروبا إلى مصر، لتسجل نحو 4,900,000 سائح مقارنة بعام 2021. كما نمت السياحة الوافدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 70.8% مسجلة 2,000,000 سائح. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها، قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتصبح كالآتي: 8.75 جنيهات للتر البنزين 80، و10.25 جنيهات للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6,000 جنيه للطن. كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. كما تم زيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه للمتر. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للإلهام ودينا لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل.